العراقيون طيور مهاجرة، أو أصبحوا على هذا النحو موزعين في أرجاء الدنيا بعدما ضاقت بهم أحوال البلاد وانخفض منسوب الهواء، بخاصة من كانوا خارج السرب ذات يوم مبكرا، خرجوا وتشتتوا هنا وهناك، جمعوا شتات الأنفاس والذاكرة ولملموا دفاترهم الأولى ليعيدوا صياغة حياتهم من جديد. لذلك قد تجد مثقفيهم في أي مدينة حاضرين في المشهد الإبداعي والثقافي مساجلين ومضيفين لهم شأن ودور وتميز. الدكتور محسن الموسوي ليس واحدا من بين هؤلاء وحسب، بل هو كثير في واحد، بمعنى امتلائه بالمعرفة وتشابكات الأفكار النقدية وبتعدد نشاطاته أكاديميا ما بين جامعة كولومبيا في نيويورك وفي الجامعة الأمريكية في الشارقة، إضافة إلى كونه باحثا وروائيا وناقدا ساهم في تقديم الثقافة العربية إلى الآخر من خلال أبحاثه ودراساته باللغة الإنجليزية إلى ما قدمه إلى الثقافة العربية من نظريات وقراءات وإضافات إبداعية. التقيته هنا في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وكان كعادته منهمكا في أبحاثه وكتاباته، ولتوه قد انتهى من إنجاز كتابه الإسلام في ألف ليلة وليلة، وكما هي العادة والضرورة أيضا كان بداية سؤال العراق. قبل 5 سنوات كان الجواب ممكنا، الآن أصبحت الأمور أكثر تعقيدا. إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما هو المراد من الصورة الفعلية للمنطقة، يعني إذا أخذ في هذا الإطار سيكون الجواب أصعب. يعني وكأنه في حدا عم يرسم لها الصورة. ما هو كل ما كانت الأمم شبه ميتة قابلة للإدارة، كما الطبيب الذي يشرح جثة. هذه المشكلة أساسية طبعا، إلا إذا كانت الأمم ناهضة وقوية من الصعب أن تقول أن زمام الأمور بأيدي آخرين.